تستهدف قرية لفتة أو قرية لفتة الفلسطينية الواقعة على مدخل مدينة القدس من قبل مخطط استيطاني يهدف لبناء مدينة يهودية، وبهدف ذلك يفترض أن تهدم جميع البيوت المهجرة في هذه القرية التاريخية. وفي محاولة لوقف هذا المخطط قدم أهالي لفتة التماسا في المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس ضد دائرة أراضي إسرائيل بهدف إلغاء المخطط الاستيطاني. ووفق هيئة حماية الموروث الثقافي لبلدة لفتة فإن المخطط يهدف إلى بناء 259 بيتا إضافة إلى مركزي تجاري وفندق فضلا عن مبان خدمية وشق طرق. للحديث أكثر عن هذا المخطط وعن الالتماس ينضم إلينا رئيس هيئة الموروث الثقافي لقرية لفتة الأستاذ يعقوب عودي. مرحبا بك. أهلا وسهلا فيكم. يعني ما السبب وراء استهداف قرية لفتة تحديدا؟ نحن نعرف هذه القرية من بيوتها الجميلة ونحن في الطريق إلى مدينة القدس، لماذا هناك كل هذه المحاولات لهدمها؟ يعني لفتة هي شاهد على الجريمة. إذا هذا استمرار للنقاش السابق يعني هي شاهد على الجريمة. هذه قرية، هاي بيوتها، هاي حلاوتها، وين أهلها؟ فهون يعني الاحتلال ما بده هذا الشاهد على النكبة، الشاهد على الجريمة أن يبقى، بده يتخلص منه. هل لموقعها الجغرافي أي سبب؟ وخاصة لفتة يعني هي البوابة الغربية لمدينة القدس، يعني من يغادر ومن يأتي لابد أن يمر ولابد أن يشاهد هذه المباني التاريخية الجميلة ويسأل يعني هاي شو اسمها، هاي لمين، وين. ما بقدر يعني واحد يقول والله هذه إسرائيلية، لأنه البيت بتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الشجر الحجر كلياته. نعم يعني فمنه يعني ما في داعي بالنسبة للاحتلال لبقاء هيك شاهد، يعني فضيحة وبده يتخلص. نعم يعني وهنا أريد أن أسألك، ما الذي يدور الآن في هذه القرية المهجرة؟ هل هناك من يسكنها؟ هل هناك من يأمها ويذهب إليها غيركم أنتم في اللجنة الذين تقومون بزيارات دائمة للقرية ولإحيائها مجددا؟ شوفي، قرية لفتة هي زي 534 حتى أكثر من 700 قرية فلسطينية. 534 دبر أو 31 باعتبار لترون كمان ثلاث كرة، هاي 34 دمرت كليا. لفتة هاي مش هي لفتة ما قبل النكبة. ما قبل النكبة يعني عدد سكان لفتة 3000 نسمة، فيها أكثر من 550 بيت. ما هذا لفتة هاي اللي بنحكي عنها الآن هي لفتة الجبر، لفتة تحت، لفتة الفوق، يعني هي من محطة المركزية وتسحب لوادي الجوز والمنطقة الصناعية وسور القدس يعني التاريخي الشمالي للجامعة العبرية القديمة. هاي لفتة يعني من كالونيا إلى الطور، الصفح الغربي للطور. هذه القرية يعني جميلة جدا، بيوتها جاية متناسقة على مصاطب مصاطب، كل إشي في مكانه، مش جاي جزافا. ولكن أستاذي طبيعة كمان البساتين، هذه محل جذب للناس. نعم، ولكن من يسكن القرية الآن؟ أنا أريد أن أدخل معك إلى هذه النقطة، من يسكن القرية الآن؟ الآن لا يسكن أحد القرية. القرية من 48 النكبة شردوا أهلها وبعد
نعم، دير ولكني تواجدت معك في القرية. بعد مزرعة دير ياسين لم يبقى أحد. نعم. بعد 67 بس فتحت، عدنا إحنا كنا يعني نسبيا صغار مع الآباء والأقارب الكبار، ودخلنا القرية يعني لأول مرة بعد رفع خطوط الهدنة اللي كانت بين يعني اللفتة الجديدة وبين بين عفوا القدس الجديدة اللي هي ما تسمى الغربية اليوم. نعم. وما بين المناطق اللي احتلت 67. أستاذ يعقوب، هل تعول على هذا الالتماس؟ أنتظر المحكمة المركزية في مدينة القدس في طلبكم لوقف هذا المخطط؟ احنا اولا اشتغلنا اعلاميا بشكل جيد منيح، واشتغلنا كمان الناس ما بتنقطع، مش اللجنة، اهالي لفتة بالمئات بيروحوا حتى من غير لفتة، يعني من كرة بيت تكسا، من بيت صفافة، من قطنة، وايضا كمان يهود باستمرار، في تجد يوميا ما لا يقل عن 200 واحد في لفتة، ما لا يقل. احنا هذا الشيء، الترابط والاعلام، يعني العمل الشعبي والعمل الاعلامي، صحيح ما بيحميش، وامام هيك مخطط واصرار من دائره اراضي اسرائيل اللي اسقطنا احنا مخططها 2012 في محكمة المركزية باعتبار ما عملوش مساحة أثري، الآن عملوا مساحة أثري، المسح الأثري يدعم موقفنا إنه لفتة هي منطقة أثرية ويجب أن تبقى أثرية. هذا إذا في قانون، وإذا في يعني بدي أقول عدل، العدل والاحتلال لا يتفقان ولا يلتقيان. إذن أنتم تعولون على هذه المحكمة، تعولون على استخدام الثغرات لبقاء أو لإنهاء ووقف هذا المخطط بنعم أو لا؟ إحنا المرة يعني بالالتماس امبارح المحامي الدكتور سامر شيد قدم الالتماس باسم أهالي لفتة، وأيضا ائتلاف من أجل لفتة، سيف لفتة، للمحكمة. المحكمة بتحدد موعد. إحنا رفض هذا الالتماس هو رفض للمخطط، وأي مخطط يهدف إلى البناء أو الهدم أو المس بهوية لفتة إحنا ضد كل هذا. إحنا مع أن نقوم بتدعيم وتعزيز وتقوية هاي المباني حتى لا تنهار، مش ترميمها، تدعيمها وتعزيزها، وترك لفتة كما هي. خليها إلى هنا أستاذ يعقوب، شكرا جزيلا لك. حديقة أثرية إلى أن نعود، خليها شاهد على النكبة ولنا موعد مع العودة. شكرا جزيلا لك يعقوب عودة.